بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في أحداث السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة، وفي هذه السنة كانت سرايا كثيرة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم وجماعته والمسلمين في المدينة المنورة، صاروا موضع تربص بجميع قبائل العرب تريد أن تغير عليهم وأن تأخذ منهم ما أخذوه من غنائم، أو أن تضج مضجعهم، أو تقتل هذا النبي الذي يريد أن يجمع الناس، ظنين أنه ملك يريد ملكا ولا يعرفون أنه نبي. فلما كثرت هذه المخاطر كان النبي يرسل السرايا في كل جهة حتى يبعث الخوف في نفوس هذه القبائل فيمنعهم من الهجوم على المدينة، فكانت سببا لحقن الدماء وليست سببا لإراقة الدماء. ووقفنا على سرية سيدنا زيد بن حارثة، يقول: وفي جمادى الآخر أرسل صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة في 15 رجلا. وزيد بن حارثة اللي هو كان مولى لرسول الله وتبناه، ثم بعد ذلك نزل النهي عن التبني وزوجه أم أيمن مرضعته وأنجبت له أسامة بن زيد، وكان النبي يحبه حبا شديدا، وكان أهلا للإمارة بالرغم أنه من الموالي، ومعلوم أن العرب كانت لا تحب إمارة الموالي، تحب إمارة الأحرار الخلص. أما المولى فقد سبق أنه كان عبدا في فترة من الفترات في حياته، فكانوا يأنفون من ولاية المولى، ولكن النبي أراد أن يغير ما عليه الناس، وأن الذي يتأمر على الناس هو الذي يكون جديرا بالإمارة بغض النظر عن أنه مولى أو حرا أصليا. فولى سيدنا زيد في غزوات كثيرة، حتى أنه روي عن أبي سلمة بن الأكوع أنه قال: غزوت مع زيد بن ثابت 7 غزوات يؤمره علينا. أول واحدة قبل نجد في 100 راكب في جمادى الآخرة سنة 5 من الهجرة، كانت قبل دي، قبل السرية. وتاني واحدة إلى بني سليم في ربيع الآخر في سنة 6 هجرية. ما جابش سيرة هذه السرايا الشيخ محمد الخضري لأن الكتاب ده مبني على الاختصار، هو يريد أن يختصر، لكن في الكتب السيرة المتوسعة تجد هذه السرايا موجودة. إلى بني سليم في ربيع الآخر سنة 6، وكذلك في جمادى الأولى سنة 6 في 170 تتلقى عير قريش، وأسروا أبا العاص بن الربيع زوج زينب عليه السلام اللي هي بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. أرسلوا في جمادى الأولى سنة 6 هجري في 170 لما علم أن هناك عير، يعني بضاعة وتجارة لقريش قادمة، وكانت بقيادة مين؟ أبي العاص بن الربيع زوج سيدتنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مازال كافرا، فأحضرها وأسروا أبو الربيع وجاءوا بما معه من هذه العير والبضاعة والبضائع. علمت سيدتنا زينب وهي في المدينة، وكانت تحب سيدنا أبو العاص زوجها، وإن كان لم يسلم بعد، هو أسلم بعد ذلك. فقالت: أجرت أبي العاص، هو زوجها وابن خالتها أيضا، وكان من كرام العرب، وكان كريما تاجرا غنيا متصدقا، يعني كانت سيرته محبوب في وسط قومه. فقالت: أجرت أبا العاص، والنبي كان بيصلي الفجر وسمع
صوت سيدتنا زينب وهي بتقول كده لما عرفت انه جاء اسيرا محبوسا واخذوا تجارته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: ونحن اجرنا من اجرت يا زينب. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم واعطاه ما معه من تجارة. فشكر سيدنا أبي العاص هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكة رد للناس أموالهم، لأن كان بيتاجر في أموال نفسه وأموال غيره، فكان مستأمنا. فلما رد لهم كل هذا عاد إلى النبي بعد ذلك وأسلم، ولم يرد أن يسلم حتى لا يضيع حقوق الكفار الذين معه، حتى تعلم أخلاق النبلاء من العرب كيف كانوا على هذه الأخلاق العالية. يعني هو أراد أن يسلم ولكن لم يسلم في المدينة حتى يعود إلى مكة أولا فيرد للناس أموالهم، ثم بعد ذلك عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ورد له زينب بعقد النكاح الأول، بعقد النكاح الأول رضي الله عنه وأرضاه. وفي جمادى الأخيرة سنة 6 أرسله إلى بني ثعلبة، كل دي الغزوات أو السرايا اللي أرسل فيها سيدنا زيد بن ثابت. وكذلك أرسله إلى حسمة في 500 إلى ناس من جزامة بطريق الشام، كانوا يقطعون الطريق على دحية. أرسل سيدنا دحية الكلبي برسالة إلى هرقل، معلومة وجاءت إيه قصة رسالة رسول الله إلى هرقل عظيم الروم في أوائل صحيح البخاري، حتى لما استدعى بسفيان وسأله قصة المشهورة في أوائل صحيح البخاري. فلما أرسل دحية إلى هرقل صلى الله عليه وسلم، هرقل كان يريد الإسلام إلا أنه آثر الملك على الإسلام، ولكن كان يعلم أنه رسول حق، فأرسل مع دحية هدايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم وفادته. وهو راجع الجماعة اللي من بني جزامة دول قطعوا الطريق على دحية وخدوا منه كل الهدايا اللي أرسلها هرقل وكادوا يقتلوه. فسيدنا رسول الله أرسل سيدنا زيد بن ثابت إلى هؤلاء الناس حتى يرعبهم ويستنقذ منهم ما أخذوه، لأنه لو لم يفعل ذلك يطمعوا فيأتوا إلى المدينة. فأرسل ناس من إلى ناس من جزامة بطريق الشام، كانوا قطعوا الطريق على دحية وهو راجع من عند هرقل. وأرسله أيضا إلى وادي القرى في سرية، وأرسله إلى ناس من بني فزارة لأنهم أغاروا. سيدنا زيد بن حارثة كان في تجارة وهو راجع، الجماعة دول من بني فزارة من أقارب عيينة بن حصن، هو من غطفان وبني فزارة قبل نجد، أغاروا على سيدنا زيد وهو راجع بالتجارة، خدوا منه تجارته وكادوا يقتلوه. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشك له ذلك أرسله في سرية إلى هؤلاء القوم، فقتل بعضهم وأخذ منهم كثير من المغانم، وقتل أم قرفة وكانت من أمنع العرب اللي هي زوجة عم عيينة بن حصن، كان اسمها أم قرفة، وكان يقولوا أمنع امرأة في العرب أم قرفة، لأن كان عندها 10 من الولد وكان معلق في بيتها 150 سيفا ودرعا. وكانت امرأة كبيرة في السن شاعرة تهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فقتلها زيد ابن حارثة وانتهك حرمة هؤلاء الناس الذين كانوا يعتزون بقوتهم، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي السرية دي اللي هو بيحكي لنا عنها إحدى السرايا يعني. فبيقول هنا إيه: وفي جمادى الآخرة أرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة في 15 رجلا للإغارة على بني ثعلبة الذين قتلوا من أصحاب محمد بن مسلمة، فاكرين وهم مقيمون بالطرف، لما محمد بن مسلمة عمل نفسه ميت في وسط اللي قتلوهم، حكينا لكم القصة دي، لحد ما انصرفوا وعاد إلى النبي أخبره، فراح لبني ثعلبة حتى يأخذ ثأر من قتلوهم. فتوجهت السرية لذلك، ولما رأهم الأعداء ظنوا طليعة لجيش الرسول صلى الله عليه وسلم فهربوا وتركوا نعمهم وشاءهم، فاستاقها المسلمون ورجعوا إلى المدينة بعد 4 ليال. وفي رجب أرسل عليه الصلاة والسلام أيضا زيد بن حارثة ليغير على بني فزارة، اللي هي القصة اللي أنا قلت لك عليها، اللي هم حسمة، اسمها حسمة، دي فرع من قبائل بني فزارة، لأنهم تعرضوا لزيد وهو راجع بتجارة من الشام.
فسلبوا ما معه وكادوا يقتلونه. فلما جاء المدينة وأخبر الرسول الخبر أرسله مع رجاله للقصاص من فزارة المقيمين في وادي القرى، فصاروا حتى داهموا العدو وأحاطوا بهم وقتلوا منهم جمعا كثيرا، وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرة اللي هي أم قرفة، فاستوهبها عليه الصلاة والسلام ممن أسرها وفدى بها أسيرا كان بمكة. دي غير أم قرفة، جميلة بقى بنت أم قرفة، هو قتل أم قرفة وأسر بنتها جميلة، فاستوهبها عليه الصلاة والسلام ممن أسرها وفدى بها أسيرا كان بمكة، يعني نظام تبادل أسرى. وفي شعبان كأن كل شهر كان النبي يبعت سرية وسريتان صلى الله عليه وسلم. وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مع 700 من الصحابة لغزو بني كلب في دومة الجندل، وقد وصاهم عليه الصلاة والسلام قبل السفر بقوله اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا. تغلوا يعني ايه؟ الغلول هو الخيانة في الغنيمة، ولا تخونوا يعني، ولا تغلوا ولا تغدروا، والغدر هو عدم الوفاء بالعهد، ولا تغدروا ولا تمثلوا، والتمثيل هو قطع أطراف الميت بعد قتله، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم. ثم أعطاه اللواء اللي هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقال له إذا استجابوا لدعوتك فتزوج ابنة أميرهم، من باب التشريف. وبالفعل ذهب إليهم فصاروا على بركة الله حتى حلوا بديار العدو، فدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، وفي اليوم الرابع أسلم رئيس القوم الأصبغ ابن عمرو النصراني وكان مسيحيا، وأسلم معه جمع من قومه، وبقي آخرون راضين بإعطاء الجزية. فتزوج عبد الرحمن بنت رئيسهم حتى يبين لهم أنه لم يأتي لإذلالهم بل جاء لتشريفهم بالإسلام. فتزوج بنت رئيسهم، لأن لو كان المسألة ملك وملوك لقتل زعمائهم ورؤسائهم، ولكن النبي لم يكن كذلك، حتى أنه كان يدخلون في الإسلام لأن النبي كان يعز عزيز كل قوم ولا يذل أحد صلى الله عليه وسلم. فتزوج عبد الرحمن بنت رئيسهم كما أمره عليه الصلاة والسلام، وهذا أقرب واسطة لتمكين صلات الود بين الأمراء بحيث يهم كل ما يهم الآخر، فنعم هي سياسة السلم، لأنه لما يتزوج بنت زعيمهم هيصبح واحد منهم، يبقى ما يهمهم يهمه، فيصبح مصلحتهم واحدة، بعدما كانت مصالحهم متناقضة صارت مصلحتهم واحدة، ودي سياسة عظيمة كان النبي يؤلف فيها القلوب. عشان كده ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فليفهم أهل السياسة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الناس ويؤلف بين القلوب. وفي شعبان سرية أخرى أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام في 100 لغزو بني سعد بن بكر بفدك، وفدك دي منطقة بين خيبر والمدينة، لأنه بلغه أنهم يجمعون الجيوش أو يجمعون الجيوش لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين مقابل تمر يعطونه من تمر خيبر. يعني يهود خيبر كانوا يروحوا لسعد بن بكر اللي قاعدين في فدك يقولوا لهم احنا هنديكوا نصيب من تمر خيبر مقابل انك تروحوا تقاتلوا رسول الله، ونديكوا سلاح كمان على عادة اليهود، وهو إثارة الفتن وإثارة الحروب. فلما النبي سمع كده بعت لسعد بن بكر اللي في فدك دول سرية بقيادة سيدنا علي بن أبي طالب ومعاه 100 حتى يقضي عليهم ويخوفهم من أن ينصاعوا لليهود وما يعرضونه عليه. فصارت السرية وبينهم سائرون التقوا بجاسوس العدو، أرسلوه إلى خيبر ليعقل المعاهدة مع يهودها، يعني وهم ماشيين التقوا بجاسوس من بني بكر بعتينه لخيبر علشان يعمل عقد معاهم ان ياخدوا مقابل انهم يحاربوا النبي.
فطلبوا منه أن يدلهم على القوم وهو آمن. قالوا له أنت نؤمنك ولا نصيبك بسوء، ولكن دلنا على القوم أين هم. فدلهم على موضعهم، فاستاق منه المسلمون نعم القوم، يعني المواشي الماشية والدواب بتاعتهم والجمال، وهرب الرعاة فحذروا قومهم، فداخلهم الرعب وتفرقوا. فرجع المسلمون ومعهم 500 بعير وألف شاه، ورد الله كيد المشركين فلم يمدوا اليهود بشيء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا لحقن الدماء، لإيقاف الحرب قبل أن تبدأ. يعني كانت كل سرايا النبي صلى الله عليه وسلم ليست حربا، بل هي لدفع الحروب ومنعها، لمن يفهم في قراءة السيرة. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 80 سرية وغزوة في 10 سنوات اللي قضاهم في المدينة قبل وفاته، كانت 80 سرية وغزوة. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حاربش إلا في 7 فقط من دول كلهم، يعني وخرج في 21 غزوة منهم، والباقي سرايا لم يخرج فيها. خرج في 21 لكن ما حاربش إلا في 7، وما قتلش في الحروب دي كلها إلا واحد، عشان تعرف قد إيه رحمة النبي في القتال. خد بالك ان النبي لو قتل كان النبي اوتي قوة 40 نبيا، كان لا يضاهي احد في القتال. ده النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا فاكرين اللي كان المصارع بتاع قريش اللي هو ركانة، لما حكينا لكم في الاول، ركانة ده كان مصارع قريش اللي هو بتاع السومو بقى بتاع قريش، عارف انت مصارعة السومو؟ كان ركانة ده كان كتلة من العضلات واللحم، عامل كده زي الجماعة بتوع السومو كده، تلاقيه قاعد كتلة، لو قاعد على كرسي زي ده كسر. ما كانش حد ايه يعني صرعه منذ ان كان طفلا الى ان صار بهذا السن ركان. فقابله النبي في الطريق، وحكينا لكم القصة دي زمان ايام ما كان النبي لسه في مكة، فقال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اشهد انك رسول الله حتى تصرعني، يعني ما يجيش الا بالقوة، يجي بالعين الحمر. فالنبي قال أسرعك، هو ما حدش كان صرعه، كان يوقف قدامه 5 6 يوقعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسرعك، فوقف هو وقفة المصارع، والنبي قرب منه بيدراع واحد كده وقعه، كان أول مرة في حياته يوقع. فقال له لا سحرتني، اديني فرصة تاني، فرصة تانية وقعه، فرصة تالتة وقعه برضه. فكان نبيك أقوى الخلق من حيث البدن، وعلشان كده كان إيه لما يخرج في المعركة يخلي الصحابة هي اللي تحارب وهو قاعد ورا. ليه؟ لأن مفيش كفاءة بينه وبين الجندي اللي هيحاربه ولو عدوه، مفيش كفاءة. بنشوف من رحمة النبي، وكان يركب الصحابة الفرسان وهو يخرج بالبغلة، والبغلة ليست أداة حرب، لا تعين على الحرب بل تعوقك في الحرب، لأن البغلة كلما زبل جلبت أصوات السيوف والحركة تحرن، ما ترداش تتحرك، طريعة البغل كده. حتى المصريين لما يلاقي واحد كده حرنان يقول له انت بغلي يا اخي، واخد بالك؟ لان البغل يحرن ايه لما يكون ايه في حركه وجلبه كتير، بخلاف الفرس. الخيل كل ما زادت الحركه والجلبه كل ما يزداد نشاط فيعينك على القتال. فكان النبي يركب البغله في الحرب علشان تعرف، ولما كانت تضايقه يقف على رجليه، واسمه النزال، اللي يحارب على رجليه ده بقى اشجع الشجعان. كان النبي هذا حاله، واذا اشتد الوطيس كل فرسان الصحابة والشجعان دول اللي انت بتسمع عنهم وما بتسمعش عنهم كانوا يحتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله أقوى الخلق من حيث البدن، لكن شوف كل الحروب اللي خرجها ما قتلش إلا واحد، عشان تعرف. يقول لك الإسلام ده دين دماء ودين ذبح ودين، ما قروش السيرة ولا فهموا حاجة عن السيرة، يريدوا التشويه فقط. النبي دين كان نبي رحمة، ده كل الحروب اللي حاربها النبي دي كلها والصحابة والسرايا في 10 سنين كل القتلى 1200 تقريبا، يعني منهم حوالي مثلا 300 مسلم شهداء والباقي كفار. انت دلوقتي حوادث الطريق في مصر بس في اليوم اكتر من العدد في يوم واحد، لما تجيب حوادث الطريق في مصر من اول اسوان لاسكندرية هتلاقي اكتر من كده، عشان تعرف ان الاسلام لم ينتشر بإراقة الدماء كما يقول المستشرقين وعداء الاسلام. فعلى شكل لازم نعرف هذا. فكان النبي يبعث السرايا لا لتحارب بل لتدرأ الحرب قبل أن تشتعل صلى الله عليه وسلم. وكان كمان الرسول صلى الله عليه وسلم له سياسة، كل واحد من زعماء الكفار اللي هو له صولة ويريد أن يثير الحروب
يبعت له واحد يقتله، لان لما تقتل رأس الفتنة ايه تطفئ الفتنة، لا تحدث. زي ما قلت لك قبل كده، تصور كده واحد كان قتل هتلر قبل ما يقوم بالحرب العالمية الثانية، كان وفر على البشرية ويلات ملايين ممليانة ماتت، وآلاف المدن هدمت، وملايين تركوا بعاهات مستديمة، كل ده عشان قرار من واحد من أهل الشر. فكان النبي أول ما يلاقي واحد من أهل الشر ويكون كلمته مسموعة وعنده قدرة على الحرب، بدل ما ينتظر يجيش الجيوش فتبقى حروب كبيرة مشتعلة، يقتله في مكانه. ودي كانت سياسة حكيمة يفعلها صلى الله عليه وسلم حتى يمنع إراقة الدماء صلى الله عليه وسلم. وكان من هؤلاء أبي رافع اليهودي، زي ما قتل قبل كده كعب بن الأشرف من يهود بني النضير، لما احنا قريناه قبل كده قبل غزوة أحد، لأنه كان يقلب قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بقتلهم في بدر علشان يجيش الجيوش علشان يحارب النبي، فأمر بقتل كعب بن الأشرف. هنا بقى أبي رافع كان نفس الحكاية، كان اسمه تاجر الحجاز، كان راجل عايش في حصون وكان من الأغنياء الكبار، وكانت كلمته مسموعة، وكان يريد أنه هو ينفق على قبائل العرب مقابل أنها تخرج لحرب النبي. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حتى يطفئ نيران الحروب. وكان أبو رافع المحرك لأهل خيبر على حرب المسلمين، وهو سيدهم أبو رافع سلام بن أبي الحقيق الملقب بتاجر أهل الحجاز، لما كان له من المهارة في التجارة، وكان ذا ثروة طائلة، كان يعتبر أغنى واحد في جزيرة العرب هو أبو رافع ده. لحد الوقت اليهود برضو تلاقي معظم يعني الرؤوس الأموال الكبيرة قوي والشركات الكبيرة قوي اللي تعتبر بقى يعني ميزانيتها كميزانية دول، تلاقي وراءها يصحبها يهود، لحد هم طول عمرهم يحبوا المال ويكدسوه وشاطرين في التجارة طول عمرهم. فأبو رافع ده كان يعتبر يعني أغنى أغنياء تجار جزيرة العرب كلها، وهو أصلا كان قاعد مع بتوع خيبر، يهود خيبر، ولكن كان عامل له حصن مختلف له قريب من خيبر، لما كان له من المهارة في التجارة وكان ذا ثروة، عشان كده كانوا يسموه تاجر أهل الحجاز، يعني شيخ بندر التجار باللغة بتاعتنا، واخد بالك. وكان ذا ثروة طائلة يقلب بها قلوب اليهود كما يريد، فانتدب له عليه الصلاة والسلام من يقتله، فأجاب لذلك 5 رجال من الخزرج. خد بالك، كعب بن الأشرف لما قتلوا اللي قتلوه مين؟ اللي قتلوه من الأوس، فكانوا الخزرج بقى يريدوا ان هم يقتلوا واحد من أعداء النبي زي ما الأوس قتلوا واحد من أعداء النبي الكبار، فقاعدين مستنين الفرصة. أول ما عرفوا ان النبي عايز يقتل أبي رافع بن الحقيق، قالوا له احنا اللي نقتله بقى علشان يبقوا كمان لان الاوس والخزرج كانوا يتنافسون في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاجاب لذلك 5 رجال من الخزرج رئيسهم عبد الله بن عتيك، ليكون لهم مثل اجر اخوانهم من الاوس الذين قتلوا كعب بن الاشرف، فان من نعم الله على رسوله ان كان الاوس والخزرج يتفاخرون بما يفعلونه من تنفيذ رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعمل الأوس عملا إلا اجتهد الخزرج في مثله. فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أن وصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة. شوف النبي كان حريص أن لا يقتل إنسان بريء ولو كافر، إنسان مسالم ولو كافر، كان حريص كل الحرص على هذا. حتى تنظر الفرق بين حرب النبي وحروب المسلمين والحروب الآن التي يقذفون فيها القنابل على البيوت الآمنة وتقتل فيها النساء والأطفال والشيوخ وغير المحاربين، كما فعلوا في بغداد. شوف بغداد لما عادوا يقذفوها بالطيران الأمريكان عدة أيام ولا يمكن شهور، والولايات اليهود بيعملوا كده في غزة وبيعملوا وما زالوا يعملوا وهكذا. وعملوا إيه؟ شفت أنت الأمريكان في هيروشيما وناجازاكي اللي بيدعوا حقوق الإنسان ورموا عليهم قنابل ذرية، وعملوا ايه الالمان بسبب الجنس الاري والنعرة الكاذبة؟ دمروا اوروبا كلها ودمروا العالم.
كم من امرأة ماتت وطفل مات وشيخ مات ومريض حتى مات لا يستطيع الحرب ويقتل، لكن النبي كان لا يحب ذلك، وكل المسلمين على مدى العصور كانوا لا يريدون أن يقتلوا. وإحنا الوقت لما بنقاوم حتى الأغبياء اللي في سيناء ليه مطولين؟ لأن الجيش بتاعنا لا يريد أنه هو يقصف البيوت الآمنة اللي فيها نساء وأطفال الآمنين والآخرين مستغلين أنهم متسترين في وسطهم. فمثل هذه العقيدة القتالية عند المسلمين وما زالت موجودة في الجيش المصري والحمد لله، أنه لا يحب أن يقتل الآمنين في بيوتهم، يقتل المقاتلة فقط. النبي قال لهم إيه؟ أمرهم ووصاهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة، يعني لا طفل ولا امرأة. فساروا حتى أتوا خيبر، فقال عبد الله لأصحابي مكانكم فإني منطلق للبواب ومتلطف له لعلي أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب. أنا أحكي لكم القصة كده الأول عشان تحبوا إيه القصة، محكية بالطريقة طريقة المصاطب بتبقى لطيفة. كان نظامهم أبو رافع عنده حصن كبير قوي، وعنده الحصن ده لا يدخله ولا يخرجه أحد إلا من باب واحد. شوف بقى نظام الأمان، أمان رهيب. وكانوا يخرجوا الصبح ومعروفين بالاسم، ويعدوا اللي خارجين حتى الحمير، حتى الحمير اللي خارجة معدودين مين خرج، واقف واحد على البواب يحصي من خرج حتى يدخلهم هم نفسهم بالليل. فكان يفتح الباب صباحا يخرجوا علشان المراعي وعشان الزراعة بتاعتهم وعشان التجارة، ويغلق الباب بعد ما يتمم على من خرج ان كلهم دخلوا ويغلق الباب. وصلوا الصحابة اللي عايزين يقتلوا ابو رافع، قعدوا مستنيين الليل يمكن يدخلوا في ظلمة الليل، لقوا ان الراجل اللي على الباب بيعد اللي داخلين وعارفهم، اللي خرج الصبح هو اللي هيدخل، فما يعرفش يدخل. فقعدوا سلموا امرهم لله، والراجل دخل الكل وقفل الباب، وقعدوا الدنيا ضلمه مش عارفين يعملوا ايه. يقوم ربك لطيف لما يشاء، يقوموا يعدوا الحمير جوه يلاقوا في حمار ناقص، فراحوا فتح الباب تاني وخرجوا بالايه بالشموع بتاعتهم يدوروا على الحمار اللي ناقص. لقوا الحمار اللي ناقص الحمد لله. فراح جاي لك عبد الله بن عتيك، عمل نفسه ايه؟ عمل نفسه من ضمن اللي خرجوا، لانه لما حصل جلبة بيخرجوا يبحثوا فالراجل ما احصاش اللي خرجوا كلهم، فخرجوا مجموعة ما احصاهاش الراجل. فاستغل الحكاية دي عبد الله بن عتيك، عمل ايه؟ راح حط هدومه فوق دماغه زي اللي رايح يقضي حاجته. عارف اما واحد يكون في الصحراء وعايز يقضي حاجته يقوم يرفع هدومه علشان ما يجيش عليها نجاسة. فهو رفع دماغه، وبعدين لقى الراجل البواب بيقول ايه؟ اريد ان اغلق الباب، ادخل يا عبد الله. بيقول له عبد الله بن عتيك فاكره انه واحد من اللي خرجوا بيقضي حاجة، ادخل يا عبد الله اريد ان اقلق الباب. فدخل وهو ايه مقنع راسه، قال يعني ما كملش قضاء حاجته يعني حتى، وراح داخل معجب استعجل وراح ايه شاف الحمار اللي كان ضايع ودوه فين، قعد في المكان اللي فيه الحمار تربص عشان يشوف الراجل وهو بيقفل الباب بيحط المفتاح في أني حتة عشان أما يقتله يعرف يرجع تاني يفتح الباب ويخرج. شوف بس حسن ترتيب الصحابة، يعني لما يروح يعمل مهمة يدرسها كويس. فالمهم دخل مع الحمار، يعني شوف ربك توه الحمار مخصوص علشان الجدع ده يقتل، إن ربي لطيف لما يشاء، لولا كده ما كانوش يعرفوا يدخلوا. فالمهم دخل وتربص، شاف المكان القوة اللي بيحط فيها المفتاح بتاع الباب. بعد ما قفل الباب ونستنى وهدي والناس كلها راحت نامت، لان دول بيشتغلوا طول النهار يجوا بالليل بقى كله عايز ينام، لقى المفتاح، خد المفتاح فتح الباب ووربه بس عشان يبقى جاهز عشان لما يقتله يهرب ما يجيش يقعد ياخد وقت يفتح المفتاح، وعشان كمان اللي معاه يقدروا يدخلوا لو احتاج معاونة منهم. وبعدين ايه راح مشي لحد القصر بتاع ابو رافع داخل الحصن، هو قاعد في مكان علية كده يعني مكان مرتفع وبيسهر بقى. أبو رافع عنده نظام سهرة كل يوم بالليل، ويجيب بقى إيه المزيكا والقيان المغنيات، ويجيب بقى شوية أصدقائه ويقعدوا يشربوا خمرة ويسمعوا شوية أشعار وأغاني
والحاجات بتاعت ألف ليلة وليلة دي، واخد بالك؟ ففضل هو قاعد مستني لحد ما اتقضت السهرة وطفوا الأنوار وكله روح وإيه على مكانه اللي بينام فيه. وبعدين بعد كده المهم اللي ابن عتيق ده أصله كان نظره ضعيف مسكين والدنيا ضلمة. فالمهم أول ما الدنيا هديت واستنى إنه يكون راح في النوم بقى خلاص، راح داخل وطلع، وهو طول ما هو ماشي يقفل البيوت من بره عشان صحابها كمان لو سمع استغاثة ما يجيوا يفتحوا ما يعرفوش، اتحبسوا جوه، واخد بالك؟ فبقى لأن كان زمان البيوت يبقى ليها مفتاح من الخارج ومفتاح من الداخل زي ترباس كده. فبقى يقفل البيوت كله وهو ماشي لحد ما طلع فوق، الدنيا ضلمة وهو نظره ضعيف يعني أعمى فوق أعمى، واخد بالك؟ فهيعرفه منين وهو نايم في وسط ولاده. فقام قال ايه يا ابا رافع، قام التاني قال له نعم، فراح ناحيه الصوت وراح ضارب ضربه. فبعدين ما حسش ان الضربه اثرت قوي وبعدين استخبى كده. قام قال ابو رافع قال ايه ايقظوا الناس ضربني واحد في السيف. فراح داخل بعد شويه غير صوته، قال له ماذا تريد يا ابا رافع؟ قال يعني بصوت جديد ان هو ده اللي هينقذه. قال له واحد ضربني ثكلتك امك. فهو لما كلمه كده بقى سمع حدد الضربة، راح مديله تاني وبعدين استخبى تاني شوية عايز يعرف انه مات فعلا ولا لا. وبعدين لقى لسه بيئن، فراح راجع تاني عمل صوت تالت، صوت جديد تاني علشان يشعروا ان ده واحد جاي ينقذه مش هو نفسه. العجيب ان زوجة ابي رافع كانت تعرف عبد الله بن عتيق، بتقول والله سمعت صوت عبد الله بن عتيق. قال لها ابن عتيق ايه بس اللي هيجيبه هنا دلوقتي ده، لانه كان صديقه زمان في الجاهليه فهي عارفه صوته. فالمهم فجاء ثالث مره بصوت فايه فاتضح بقى خالص، عرف مكانه لحد ما حط السيف في صدره وغرزه حتى شعر بعظم ظهره، فاطمأن ان هو ايه اداله المقتله بقى. وبعد كده رجع وايه وهو نازل نظره ضعيف، افتكر ان السلم خلص فراح نازل وقع الكعب اللي اتكسرت رجله، فراح ربطها بالعمامه بتاعته وعمل لها زي كبيره وبقى يمشي ينط برجل واحده. وبعدين كمان جنب الحمار تاني قرب الباب، قال والله ما اخرج الا لما اسمع الناعي يقول ان ابو رافع مات اطمئن انه فعلا مات. ففضل قاعد خلف الباب لحد ما سمع الناعي مع طلوع الفجر ان ابو رافع تاجر الحجاز مات وقتل. خرج يتنطط على رجله وحملوه أصدقائه اللي خرجوا معاه لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال امدد ساقك، فمسحها صلى الله عليه وسلم فكأنها ليس بها شيء، في الحال كده انجبر كسر صلى الله عليه وسلم. دي خلاصة القصة بالطريقة المصرية بتاعت الحكاوي. نقرأ بقى ايه الاسلوب. فقال عبد الله لأصحابي مكانكم فإني منطلق للبواب ومتلطف له لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوب كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس. طبعا هتلاحظ أن في اختصار عن القصة اللي أنا قلتها. فهتف به البواب ادخل يا عبد الله إن كنت تريد الدخول فإني أريد أن أغلق الباب. فدخل وكمن حتى نام البواب، كمن يعني استخبى وهدأ. فأخذ المفاتيح وفتح ليسهل له الهرب، ثم توجه إلى بيت أبي رافع وصار يفتح الأبواب التي توصل إليه، وكلما فتح بابا أغلقه من الداخل حتى انتهى إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله فلم يمكنه تمييزه. فنادى يا أبا رافع، قال من؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت فلم يغني شيئا. وعند ذلك قالت امرأته هذا صوت ابن عتيق. فقال لا ثكلتك أمك، وأين ابن عتيق الآن؟ فعاد عبد الله للنداء مغيرا صوته قائلا ما هذا الصوت الذي يسمعه يا أبا رافع؟ بصوت جديد بنغمة جديدة. قال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني بالسيف. فعمد إلي فضربه أخرى لم تغني شيئا، فتوارى ثم جاءه كالمغيث وغير صوته مرة أخرى، فوجده مستلقيا على ظهري فوضع السيف في بطني وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم، ثم خرج من البيت وكان نظره ضعيفا فوقع من فوق السلم فكسرت رجله.
فكسرت رجله فعصبها بعمامته، ثم انطلق إلى أصحابه وقال: النجار قتل والله، قتل والله أبو رافع. فانتهوا إلى الرسول فحدثوه، ثم قال لعبد الله: أبسط رجلك. فمسحها عليه الصلاة والسلام فكأنه لم يشتكها قط، وعادت أحسن ما كانت. فانظر رعاك الله إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب ما دامت في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. وعلى شكرة الإمام البوصيري يقول على إن النبي إيده كانت إذا مست العليل يبرأ، فقول إيه: وكم وصبا أبرأت باللمس راحته، وأطلقت أربا من ربقة اللمم. أي الكلى في بيت الشعر ده بيشير إلى مثل هذه المواقف. وكم وصبا يعني مريضا أبرأت يعني شفت باللمس راحته يعني يده، يعني كأن يده كم شفت مريض ومكسور وعليل. وشفنا قبل كده عين قتادة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعينه على خده، ردها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت في الحال وبثق فيها. وهنشوف بعد كده في غزوة خيبر ايه عين سيدنا علي وهو أرمد، فيدفل فيها النبي فتبرأ في الحال. وهكذا كان حال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة بركاته ومعجزاته التي كانت تترى صلى الله عليه وسلم. ولما قتل كعب، دي سرية تانية بقى. انت عارف كعب بن الأشرف كان من بني النضير وقاعد هناك مع يهود خيبر لما أجل بني النضير. ولما قتل كعب ولى اليهود مكانه أسير بن رزام، فأرسل عليه الصلاة والسلام من يستعلم له خبره. فجاءته الأخبار بأنه قال لقومي: سأصنع بمحمد ما لم يصنعه أحد قبلي، أسير إلى غطفان فأجمعهم لحربه. وسعى في ذلك. غطفان دي قبيلة زي النمل يا عم، مئات الألوف اللي هم قاعدين في نجد. فقال: أنا هروح لغطفان، وبعدين غطفان دي قبيلة تحب الفلوس والأموال، واليهود معاهم الفلوس والأموال. قال: أنا هروح هناك أعرض عليهم الأموال الطائلة وأسعى معاهم بجيش ضخم جرار أقضي على محمد وإيه وصحبه. فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواح الخزرجي في 30 من الأنصار لاستمالته. يعني يقولوا له: ما فيش داعي تعمل كده، وانظر اللي قبلك ماذا فعل بنو قينقاع وماذا فعل بنو النضير، وان ده رسول الله وربنا ناصره. عايزين يعني يفهموه انه ما فيش داعي تعمل كده. فخرجوا حتى قدموا خيبر وقالوا لأسير: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له، يعني أمننا لحد ما نعرض عليك. قال: نعم ولي مثل ذلك، وأمنوني كمان، يعني لا تقتلوني وانتم بتتحدثوا معه. فأجابوه، ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك ما عزم عليه من الحرب، فيوليه الرسول على خيبر فيعيش أهلها فيعيش أهلها بسلام. فأجاب إلى ذلك وخرج في 30 يوم كل يهودي رديف لمسلم. عرضوا عليه قالوا له: الرسول صلى الله عليه وسلم يوليك على خيبر ويؤيدك عليها ولا يحاربك، وتبقى انت تسلم واحنا نسلم، ايه رأيك؟ قال لهم: موافق. فخرجوا وخرج معه 30 يهودي على انهم يقابلوا النبي على هذه ايه؟ على هذه الاتفاقية. في الطريق غير رأيه على عادة اليهود، غدر، قال: طب وانا هستفيد ايه اما اوليه اما اتولى خيبر واتركه هو في امان يجمع علي العرب تاني وينتصر؟ لا، انا عايز اقضي عليه. فارادوا يقتل سيدنا عبد الله بن رواحه ويرجع تاني ايه لغيه، على عاده اليهود يتفقوا النهارده وتاني يوم ينقضوا العهد. فاجاب الى ذلك وخرج في 30 يهوديا كل يهودي رديف لمسلم، يعني كل يهودي راكب خلف مسلم. وبينما هم في الطريق ندم اسير على مجيئه وأراد التخلص مما فعل بالغدر بمن أمنوه، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة، وهو راكب وراء سيدنا عبد الله بن رواحة رديفه، أهوى حط إيده على السيف، سيدنا عبد الله بن رواحة حس بالغدر فقال له: أغدرا يا عدو الله؟ ثم نزل وضربه بالسيف فأطاح عامة فخذه، يعني ضربه بالسيف لما إيه، لأن بيبقى راكب عامل رجليه كده، فراح ضربه على ففصل رجله كاملة من الفخذ بضربة السيف، فأطاح عامة فخذي ولم يلبث أن هلك. طبعا يهلك من النزيف بقى والحاجات المعروفة. فقام المسلمون على من معه من اليهود فقتلوهم عن آخرهم، وهذه عاقبة الغدر.
وبعدين هيقول لك قصة عقل وعرينة. وعقل وعرينة دي أسماء بعض القبائل في العرب. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال في العام السادس من الهجرة جماعة من عقل وعرينة، فأظهروا الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جم مجموعة من عقل وعرينة قبائل دخلوا على رسول الله وقالوا له إيه، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إحنا جئناك مهاجرين، وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاكتووا المدينة، هم جايين مرضى أصلا، جايين سفر وبطنهم منفوخة، يعني عندهم الكبد واستسقى، والسفر ده دليل ان الكبد فيه خلل، وبعدين بطنهم منفوخة دليل ان فيه استسقاء. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا من اهل البوادي، ما نقدرش نعيش في المدن، لما بنعيش في المدن بنمرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم نصحهم ان ياخدوا بعض اللقاح بتاعته اللي هي الابل الحديثة عهد بولادة عشان تبقى حلوب، ويخرجوا مع الراعي الى البرية يشربوا من ابوالها والبنها حتى يصح كويس. فنصحهم بذلك، يبقى النبي نصح شرب بول الابل وايه والبان الابل للمرضى اللي هم عندهم ايه مرض كبدي. وده انتشر في العصر الحديث دلوقتي، يقول لك ابوال الابل، وطلعت بقت موضه علاجيه جديده وشغلانه طويل. وان كنا احنا نعتقد ان ابوال الابل ايام النبي غير ابوال الابل المعلوفه الان، لان الابوال الابل المعلوفه دي معلوفه غير اللي بتاكل من الصحراء من ايه من الاشجار الطبيعيه، فبالتالي يبقى بولها غير بول الابل الممرض بتاع اليومين دول. فيجي امك يقول لك ابوال الابل دي، ويقعدين يدوا للناس يزدادوا مرض، يقوموا ايه كذبوا بحديث النبي. ما ينفعش يا سيدي، المساله مش كده. استدل الامام مالك من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اباح لهم شرب ابوال الابل للعلاج ان ابوال وروث ماكول اللحم طاهر. يبقى مذهب المالكيه عنده ايه، ابوال وروث ودماء كل مأكول لحم طاهرة، يعني الحاجات اللي احنا يجوز اكلها، البطة والوزة والفراخ والشياه والخرفان والبقر والجاموس والجمال والبحر والحمار الوحشي والخيل عدا الاحناف، كل دي يجوز اكلها. يبقى معناه ان بول كل ما يجوز اكله وروثه طاهر عند مين؟ عند الملكية. عشان كده الأرياف على مر العصور ياخدوا روث البقر ويعملوه كده أقراص، يسموها أقراص جلة، كانوا إيه يحموا بيها الأفران ويخبزوا بيها. لو كانت نجسة، الحرارة المتولدة عن النجسة نجسة، فدليل على إن هذا الفعل على مر العصور كان على مذهب الملكية مش على مذهب الشافعي، فاهم؟ ويبيعوها كمان، لو قلنا نجسة يبقى لا يجوز بيعها، فاهم؟ فالمهم الشافعية والأحناف قالوا لا، ده الأبوال والأرواز كلها نجسة، من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ومن الآدمي وغير الآدمي، كل الأبوال والأرواز نجسة إلا الأنبياء لكرامته على الله. ده المذهب الراجح عند مين؟ عند الشافعية والأحناف. طب أمال ليه الرسول قال لهم اشربوا من أبوال الإبل؟ قالوا يجوز العلاج بالنجس إن لم يوجد غيره. فهمت ازاي؟ يبقى هي نجاسة معفو عنها للعلاج. ده مذهب مين؟ مذهب الإمام الشافعي والأحناف. يبقى المسألة فيها خلاف والنص واحد والفهم يختلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم اخرجوا مع هذا الزود من الإبل، الزود من الإبل يبقى 13، اخرجوا مع الراعي واشربوا من الألبان والأبوال حتى تصحوا، ورجعوا بعد كده. هم بعد ما صحوا ارتدوا، كفروا تاني، ومش كده وبس، وقتلوا الراعي، ومش كده وبس، وقطعوا دانه وقطعوا أنفه وقطعوا رجليه وأطرافه ودخلوا المسامير المحمية في عينه. الله، إيه الانتقام ده؟ وخدوا الزود الإبل وهربوا على بلادهم. يعني قتلوا وسرقوا ومثلوا وكفروا، شوف عملوا كم جريمة، واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الخبر أرسل خلفهم، قبضوا عليهم وجابوا الزود وفعلوا فيهم ما فعلوه في الراعي، فاهم؟ فسمروا عيونهم بالايه؟ بالمسامير المحميه. بس واحد يقول لك ايه القسوه دي؟ النبي ما هم عملوا كده في الراعي، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واخد بالك؟ فهو عاقبهم بالمثل.
ثم ان هذه العقوبه لما تشيع في قبائل العرب كلها، الكل يخاف بعد كده يقرب لاموال المسلمين، لان دي ناس ايه، تخاف ما تغتشيش، واخد بالك ازاي؟ عايزين عين حمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليم بطباع البشر، فلا بد ان هو يقسو، وان كانت قسوه النبي كانت ايه، من باب العقوبه بالمثل، من باب العقوبه بالمثل كمان، يعني لم يفعل فيهم غير ما فعلوه هم اولا. فنقرا بقى القصه دي. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال جماعه من عقل وعرينه، فاظهروا الاسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا سقاما مصفره الوانهم، عظيمه بطونهم، فلم يوافقهم هواء المدينه، يعني جو المدينه، فامر لهم عليه الصلاه والسلام بذود من الابل معها راع، والزود 13، وامرهم باللحوق بها في مرعاها ليشربوا من البانها وابوالها، ففعلوا، ولما تم شفاؤهم جازوا الإحسان كفرا، فقتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل وكفر. هنا ما قالش إيه، ما قالش إنهم ارتدوا كمان، هم ارتدوا كمان. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم كرز ابن جابر الفهري في 20 فارسا، فلحقوا بهم وقبضوا على جميعهم. ولما جيء بهم إلى المدينة أمر عليه الصلاة والسلام أن يمثل بهم كما مثلوا بالراعي، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، سمرت يعني ادخلت المسمار المحمي في عينه، وألقوا بالحرة اللي هو خارج المدينة يعني، حتى ماتوا. فهكذا يكون جزاء الخائن الذي لا ينتظره منه صلاح، الذي لا ينتظر منه صلاح. وعمل هؤلاء الشريرين مما يدل على فساد الأصل ومن العشيرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل إن شاء الله ما حدث في العام الثالث من الهجرة في المجلس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.